أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من قناة الشيف زهير. تابعونا لمعرفة أسرار نجاح وصفات الأكلات والحلويات العربية والغربية، وأهلا وسهلا فيكم. اليوم مشاهدينا رح نعمل وصفة القطايف. رح نعملها، مقادير وصفتنا اليوم: كباية ونص طحين، ملعقتين سكر، نص كباية سميد، ملعقة خميرة، ربع معلقة كربونة، نص كباية حليب، وكباية وربع مي. منبلش منحط كل الاشياء الناشفة مع بعضها ومنخلطهم مع بعض. انا ضاعفت الكمية لانه بدي اعمل كمية اكبر، ولكن كمية لثمان اشخاص اللي هي اللي اعطيتكم اياها بتكفي. منضيف الكربوني عليها لانه الكربوني بتساعد على انها تفتح اكثر وتخمر اسرع، والحليب منشان يعطيها لون اشقر اكثر واجمل. بلش نضيف الحليب اول شيء، منحركهم، منضيف المي تدريجيا، بلش نحركها. فينا نضربها على البلندر، منه غلط يعني، بتنعم اكثر وبتكون اسهل لستات البيوت. هلا العجينة صارت جاهزة، بدنا نبلش نصبها. شايفين كيف عاملة مثل بوالين صغيرة عليها؟ هذا دليل انها خمرت وصارت جاهزة. الصب لازم يكون على طواية تكون غير قابلة للالتصاق، وتكون على حرارة متوسطة، مش كتير عالية ولا كتير قليلة. اذا كتير عالية بتحترق، واذا كتير قليلة بتلزق. فينا نصبها بعدة احجام وعدة مقاسات. بنعملها كتير صغيرة للعصافيرة، وسط للجوز، للشوكولا او للفستق اذا بتحبوا، فينا نعملها كمان كبيرة، نعملها للجبنة او حتى للجوز بحجم كبير عائلي. هلا انا عم صبها بحجم صغير مثل ما شايفين. شايفين كيف عم تعمل فقاعات فتحات. صارت تقريبا جاهزة. منشيلها منحطها على الصينية، ما منحطهم على بعض، وبنحط تحت منها منشفة او ورقة او شيء مشان ما يصير فيها رطوبة، تسحب منها الرطوبة، ما تضلها نية وتخبص. شوف عملية الصب، هذه صغيرة للعصافير. نفضيهم على الصواني بهيدا الشكل. مثل ما شايفين كيف طلعت طرية، لونها كتير حلو. وهيك بنكون خلصنا صب كل القطايف. هنزين القشطة هلا بالفستق الحلبي. وهيك بتكون نوتيلا القطايف صارت جاهزة عنا أكلك. وكمان جهزوا عنا قطايف الجوز وقطايف الجبنة. وهيك بتكون قطايفنا صارت جاهزة: نوتيلا، قشطة، شوكولا بالقشطة، شوكولا بالجبنة، وجوز. شايفين الجبنة؟ يا سلام. أهلا وسهلا فيكم، بتمنى تكونوا استفدتوا من هالوصفة الحلوة، وشي كتير مرتب وحلو إن شاء الله حيبيض وشكم. مثل ما شايفين الجبنة كيف بتمغط، شي كتير طيب وكتير روعة. وألف صحة وهنا.